السلام عليكم، دي اتفاقية ألعاب محاماة أنا هراجعها معاكم وهنضيفها لسلسلة التدريب على التدرب على الترجمة الذاتية. قبل كده ترجمنا حاجة حديث، حاجة في الترجمة الإسلامية، وترجمنا برضو أو اتدربنا على ملف تاني في موضوع تاني. تقدروا تشوفوا الفيديوهات السابقة على القناة على اليوتيوب. دي اتفاقية ألعاب محاماة Attorney's Peace Agreement، من الإنجليزية إلى العربية، المفروض الترجمة من الإنجليزية إلى العربية. أنا هبص معاكم على النصين ونشوف مع بعض إزاي نقدر نستفيد من النص ده في التدرب على الترجمة الذاتية. نشوف كده النص المكتوب باللغة الإنجليزية. It is on، ده التاريخ المفروض. Corresponding to، so long as، إن هو مكتوب كده. ممكن ده يبقى مثلا Sunday، Saturday، أي يوم من أيام الأسبوع. In the Emirate of Abu Dhabi، طبعا اي اتفاقيه بيبقى في الاول خالص كده لازم يتقال تاريخها والمكان اللي عقدت او وقعت فيه والطرفين او الثلاثه او الاربعه اطراف الاتفاقيه او اطراف العقد. باي ذا واي، في كتاب الميسر في الترجمه القانونيه انا عامله تفرقه بين agreement والcontract، تقدروا ترجعوا لها. This agreement has been made and entered by، المفروض هنا entered into، ده النص طبعا ال source، by and between، by and between ده برضو هنلاقي له إشارة في كتابه الميسر في الترجمة القانونية. نشوف بقى احنا لو هنستفيد من النص ده، الحكاية المفروض النص العربي حررت هذه الاتفاقية في يوم اللي هو زي ما قلنا اي يوم من ايام الاسبوع الموافق كذا بامارة ابو ظبي. طبعا المفروض هنا في همزة، عفوا، بين كلا، لا طبعا بين كل من، اعتقد كده الفقرة دي بسيطة ومظبوطة وما فيهاش حاجة. الاستاذ الهمزة مستر، لو حضرتك بقى بتتدرب على الترجمة القانونية وعندك اتفاقية زي دي، المفروض كده بتبتدي تعمل جلوسري زي ما عملنا في الملفات اللي فاتت، واقول ان حررت معناها هنا او جاية في النص الاصلي is made and has been made and entered into. كده انا عرفت، اتضافت المعلوماتي. لو انا ما كنتش اعرف دي بتترجم ازاي، طبعا نقدر نقول اللي هي obramatica is concluded، ليها كذا expression تانيين، لكن على المستوى ده وفي المرحلة دي يكفيك جدا ان انت تعرف expression او term واحد. ويشار اليه فيما بعد بالطرف الاول، اللي هو الاستاذ فلاني الفلاني ده يشار إليه فيما بعد بالطرف الأول. Hereinafter referred to as the first party. طبعا أنا اتكلمت عن here و there وما يليها، so herein, hereof، أو hereinafter، أو thereto، therein، أو ما شابه. كل ده أنا شرحته في دورة الترجمة القانونية الموجودة على القناة اللي حضراتكم بتسمعوا عليها الفيديو ده، وموجود كمان في كتاب الميسر في الترجمة القانونية اللي هتلاقوه متاح في المكتبات ومتاح PDF للي مش هيقدر يشتريه. والسيد، ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني، تمام. Preamble، تمهيد، دي نضيف بقى واحنا ماشيين كده في الجلوسري. لما كان الطرف الأول مستشارا قانونيا، نشوف النص الأصلي الأول، عفوا،
Whereas the first party is a legal advisor licensed to work in the country and works for an existing office duly authorized to practice the profession of lawyers and legal consultation in the United Arab Emirates. يعني مش هنصلح قوي في السورس طالما الكلام ماشي، حتى لو انا مش شايفه الاسلوب بيرفكت. احنا يخصنا دلوقتي نص التارجت، نشوف لو في مشاكل ونستفيد قدر المستطاع من النصين العربي والانجليزي. whereas دي هنا بدأنا حيثيات الاتفاقية. لما بيكون whereas متكررة كتير جدا، انا بحب استخدم حيث او اكتب فوق الحيثيات وابتدي انزل زي ما قدامنا كده، اعمل indents او ما شابه، علشان ما افضلش كل شوية اقول حيث وكذا ومفيش عندي اجابة، حيث ومفيش اجابة لا. لكن لو الموضوع بسيط وعلى قد مرة او اتنين وكده كده في كل عبارة او في كل فقرة الاجابة بتاعتها موجودة او الجملة مختومة والفقرة والمعنى واضح، بنقول لما كان او حيث ان الطرف الاول حيث لما كان الطرف الاول مستشارا قانونيا مرخصا له بالدولة ويعمل لدى مكتب قائم ومرخص له أصولا بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لما كان whereas الطرف الأول the first party is a legal advisor مستشارا قانونيا licensed to work مرخص له بالدولة to work in the country اللي هي United Arab Emirates and works for ويعمل لدى an existent office مكتب قائم duly authorized مرخص له أصولا أو حسب الأصول بمزاولة to practice the profession of lawyers مهنة المحاماة والاستشارات القانونية and legal consulting okay in the United Arab Emirates. كده نستفيد من الفقرة دي، الطرف الأول first party legal advisor مستشار قانوني licensed مرخص له works for an existing office يعمل لدى مكتب قائم existing office مكتب قائم duly authorized مرخص مفوض حسب الأصول المفروض هنا، لأن هو احنا قلنا licensed مرخص يبقى authorized ومفوض أو مصرح له أصولا بمزاولة مهنة المحاماة the profession of lawyers it's okay and legal consulting أو legal consultation in the United Arab Emirates. Whereas the second party desires to make use of the legal services of the first party and to appoint him as his attorney and legal advisor. ولما كان الطرف الثاني يرغب في الاستفادة، طبعا مفيش همزة، من خدمات الطرف الأول القانونية وتعيينه محاميا. لو حطينا مفروض التنوين ما دمنا يعني هو is not a must but بس ما دمنا حطيناه قبل كده فخلاص لازم بنكمل في الفايل أو ما نحطش أصلا من البداية. وكمان لو انا عملت التنوين مرة على الحرف اللي قبل الالف ما ينفعش اعمله المرة التانية او اغير ويبقى على الالف. ولما كان الطرف الثاني يرغب في الاستفادة من خدمات الطرف الاول القانونية وتعيينه محاميا ومستشارا قانونيا له، احنا ما زلنا
المفروض هنا في كما، لأن احنا ما انهيناش، مفيش جواب لسه. لما كان كذا، ولما كان، وهنا كمان لسه الكلام ما انتهاش. وبعد أن أقر الطرفان، نشوف الأول الإنجليش، ما استفدناش حاجة من الفقرة اللي فاتت. يرغب في الاستفادة من خدمات الطرف الأول القانونية، هنا الـ source desires to make use of the legal services. legal services خدمات قانونية. make use هو اللي هي make use يستفيد، okay. of the first party and to appoint him. him هنا معناها ان الطرف شخص natural not artificial، يعني شخص طبيعي مش شركة. لو شركة طبعا بنبقى at as his attorney، okay، محامي او attorney بتيجي في سياق التوكيلات وما شابه، وفي السياق اللي احنا فيه ده كمان نقدر نقول عليها وكيلا عنه، اوكي، ومستشارا قانونيا له. عفوا. now therefore طبعا ده متبع في الوثائق القانونية، مش دايما بس يعني معظم الوثائق القانونية. بعد ما بيقول الحيثيات بنيجي بقى الريزلت بتاعت الحيثيات دي. now therefore the parties have mutually agreed as follows. After declaring their legal capacity to act and to contract. طبعا to contract verb contract عقد و contract يتعاقد. تمام. نشوف الترجمة. وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتصرف والتعاقد، فقد تم الاتفاق والتراضي بينهما على ما يلي. لو هترجمها أنا، اعتقد انا الافضل بالنسبة لي بدل ما اقول فقد تم الاتفاق والتراضي بينهما، فقد اتفقا وتراضيا. The above preamble is an integral complementary and supplementary part hereof. hereof نرجع تاني لكتاب الميسر نشوف استخداماتها، معمول لها هي سكشن كامل خاص بالاستخدامات دي، ونرجع للمحاضرات الموجودة على اليوتيوب. The above preamble التمهيد السابق. integral جزء لا يتجزأ. complementary مكمل. supplementary متمم. The first party shall represent the second party in filing of the claims of. يمثل الطرف الأول الطرف الثاني في إقامة دعوى مطالبة بمبلغ، وكاتب المبلغ AED طبعا درهم إماراتي. بعد توقيع هذه الاتفاقية، برضو نرجع نقرأ السورس الأول. After signing this agreement and after the payment of the fees deposit stipulated herein, the first party shall proceed with the subject case, prepare the required briefs, express the appropriate legal opinion, and defend the second party to reach the best results. تعالوا نشوف مع بعض الترجمة. بعد توقيع هذه الاتفاقية وسداد مقدم الأتعاب المنصوص عليه في الاتفاقية، يباشر الطرف الأول إجراءات هذه القضية وإعداد المذكرات المطلوبة وإبداء الرأي القانوني المناسب وتولي الدفاع عنه بتلك القضية للوصول إلى أفضل النتائج. بعد توقيع هذه الاتفاقية وسداد مقدم الأتعاب المنصوص عليه فيها، يباشر الطرف الأول shall proceed with، يباشر الطرف الأول إجراءات هذه القضية وإعداد المذكرات المطلوبة وإبداء الرأي القانوني المناسب وتولي الدفاع عنه بتلك القضية للوصول إلى أفضل النتائج. أظن كده الترجمة. طيب تعالوا بقى ناخد فقرة من يعني الفقرة دي مثلا ونشوف لو أنا حابب أتدرب عليها
كسامبل مثلا انا هقرا النص الانجليزي وهقرا النص العربي بالطريقه اللي احنا قراناها دي، وهعتبر ان النص العربي ده مش موجود وابتدي اترجم. بعد after signing this agreement هكون انا قرات وركزت جدا في المعاني وحفظت الحاجات اللي ممكن تكون غايبه عن دماغي او اكون معرفهاش اصلا قبل كده، فهبتدي اترجم بالطريقه دي بعد التوقيع على هذه الاتفاقيه. انا هقول بعد توقيع هذه الاتفاقيه، ودي هتبقى ابسط بالنسبه لي. بعد توقيع هذه الاتفاقيه ودفع the fees deposit مقدم الأتعاب it's okay المذكورة فيها أو في سياقها أو المنصوص عليها في سياقها the first party يباشر الطرف الأول the first party. أنا خلاص عرفت إن the first party هو الطرف الأول. shall proceed ركزنا عليها وإحنا بنقرأ العربي يباشر proceed with a subject case يباشر الطرف الأول إجراءات رفع الدعوة subject case مقصود بيها الدعوة موضوع الاتفاقية يعني أو الدعوة المذكورة ويعد المذكرات briefs مذكرات هنا ويدلي برأيه. أنا بحاول أترجم كأني أول مرة أشوف الكلام القانوني المناسب appropriate مناسب ويدافع defend. طبعا لو أنا بقى بكتب وفي حاجات وقع مني هستشير اي ديكشنري عندي ويدافع عن الطرف الثاني للوصول to reach the best results للوصول الى افضل النتائج. كده الترجمة من غير ما ارجع اصيخ ومن غير ما اعمل اي حاجة، دي الترجمة at sight في نفس الوقت وفي نفس اللحظة، وده بعد ما انت تكون قرأت الفقرة اللي فاتت اللي احنا شلناها. اعتقد هتطلع معاك بالشكل ده او اقل سنة. انا اعتبرت نفسي معرفش اي حاجة وان انا معتمدة فقط على اللي قرأته، حاولت اجيب الكلام شبه اللي كان موجود، وبالتالي لو انا المرة دي وقعت مني حاجة المرة اللي جاية هرجع تاني اعمل اشيل ده واعمل undo أرجع اللي كان موجود في الأول خالص. بدل ما يقول ويدلي بالرأي قال وإبداء الرأي القانوني المناسب وتولي الدفاع عنه، أنا استخدمت الفعل تقريبا، بتلك القضية للوصول إلى أفضل نتائج. نقدر نقول لتحقيق تمام أوكي للوصول إلى أفضل نتائج مفيش مشكلة. تعالوا نشوف الفقرة اللي جاية the second party shall bear the entire court costs experts fees and any other fees related thereto. يتحمل الطرف الثاني كافة الرسوم الخاصة بالدعوة. دي اسمها court costs رسوم التقاضي، وأتعاب الخبرة تمام experts fees and any other fees related thereto وأي رسوم أخرى مرتبطة بها. تعالوا نشوف كده نبسط الجملة شوية. يتحمل الطرف الثاني كافة، احنا بنقول كل كي كل أتعاب التقاضي اللي هي مصروفات التقاضي. court costs هي بنقولها مصروفات التقاضي، وأتعاب الخبرة كي أتعاب الخبرة وأي بنستخدمها كده وكده. رسوم أخرى خاصة أي رسوم and any other وأي رسوم مرتبطة أخرى، أي رسوم أخرى ذات صلة. I don't think إن بتلك
وأي رسوم أخرى مرتبطة بالدعوة. It will be okay. يتحمل الطرف الثاني كل مصروفات التقاضي وأتعاب الخبرة وأي رسوم أخرى مرتبطة بالتأمين. الخبرة ده الخبير اللي لو احنا نتخيل مثلا ان الدعوة او القضية المرفوعة قدام القاضي دعوة معمارية، القاضي هيعين او هيطلب تعيين خبير له علاقة او متخصص في الاعمال المعمارية، لان القاضي مش ممكن يكون ملم بكل الموضوعات اللي بتعرض عليه. في حاجات ممكن تكون محتاجة assessment، تقدير او examination او ما شابه، فالقاضي عمره ما هيقدر يعمل كل حاجة بنفسه، لانه ممكن لا مش ممكن، ده اكيد هو مش هيبقى فاهم في كل التخصصات، فبالتالي بينتدب خبير هو assign an expert. الخبير ده بقى ممكن يكون معماري، ممكن يكون medical، ممكن يكون خبير دكتور. القضية مثلا مرفوعة من مواطن ضد مستشفى ولازم يكون في دكتور يعمل examination او يشوف يعمل inspection للمكان او يعمل assessment للأضرار اللي حصلت، طبعا القاضي مش هيفهم ده. ده الخبير اللي المحكمة بتنتدبه من اي تخصص حسب تخصص الدعوة نفسها، علشان بيساعد القاضي في تقدير، طبعا رأيه غير ملزم للقاضي لكن هو بيساعد، وللمحكمة انها تأخذ به او لا تأخذ به. نشوف الجملة اللي بعد كده. The first party shall exert the necessary effort and care to achieve the best results. يتعهد الطرف الأول ببذل الجهد والعناية اللازمين. It's okay. You can say ببذل الجهد والعناية اللازمة لتحقيق أفضل النتائج. Okay. هو مصمم على لتحقيق أفضل النتائج. وأنا I don't have any problem. The second party shall provide all the documents and information and any assistance to the first party in the proper performance of its assignments. يلتزم الطرف الثاني بتقديم I don't like it. كل المستندات والمعلومات وكل ما من شأنه معاونة الطرف الأول، معاونة الطرف الأول في القيام بمهامه بالصورة المثلى. In the proper performance of its assignments. جميل، في القيام بمهامه بالصورة المثلى. It's okay. تكون أتعاب الطرف الأول كالتالي. I don't like فعل القينونة، بالرغم إن احنا أوقات كتير بنضطر له، تمام، بس لو حاولنا نشيله دلوقتي ممكن نقول يحصل الطرف الأول على الأتعاب التالية. مبلغ وقدره. أوكي، فقط طبعا هيكتب المبلغ بالأرقام وبالحروف، وكما بنقولهاش بنعمل فاصلة، مقدم أتعاب يسدد، إن ده هيبقى مقدم يسدد من الطرف الثاني إلى الطرف الأول فور التوقيع على هذه الاتفاقية. As fees deposit to be paid by the second party with the first party once this agreement is signed. بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية. The first party shall be entitled to 30%, 30% of the value of the adjudged amount and shall be paid after delivery of a final judgment in the case. يستحق الطرف الأول نسبة قدرها 30% من قيمة المبلغ المقضي به، adjudged amount بتيجي كمان awarded sum أو awarded amount، تسدد بعد صدور that shall be paid after delivery of a final judgment in the case.
طبعا في فرق بين الحكم النهائي اللي هو final judgment والحكم البات conclusive judgment. تقدروا تشوفوا الفرق في كتاب دليلك العملي إلى ترجمة الوثائق القضائية. The fees deposit shall be considered as a pure right of the first party once this agreement is signed and may not be recovered for whatever reason. يعتبر مقدم الأتعاب في الديبوزيت اللي هو الجزء اللي بيدفع في البداية مقدم الأتعاب حقا زي ما قلنا. نخلي بالنا مدام حطينا تنوين في الأول يكمل معانا خالصا للطرف الأول بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية ولا يجوز استرداد مقدم الأتعاب بأي حال من الأحوال. The first party is entitled to, entitled to يستحق the entire fees after completion of the procedures of the above case in whatever manner, whether by a judgment, a reconciliation, a settlement, or transfer from any of the parties to the case, even if the second party removes the first party. نخلي بالنا بقى، يستحق الطرف الأول كامل الأتعاب في حال انتهاء، طبعا انتهاء لو هنسيبها هي هتبقى بس كده همزة وصل، القضية المذكورة بأي صورة من الصور حكما أو صلحا. التنوين برضو نعدله. أو تسوية، مش معنى تنازلا بقى، أو تنازلا من أي من أطراف القضية، من أي من طرفي، تغليب المثنى مهم، أو في حالة عزل الطرف الثاني للطرف الأول. لا، احنا محتاجين نبص عليها تاني دي. يستحق الطرف الأول كامل الأتعاب after completion of the procedures of the above case عند انتهاء إجراءات. أعتقد هنا أوكي، عند انتهاء إجراءات القضية المذكورة، يعني لما تخلص بقى عند، المفروض إن هي هنا الإنجليش نفسه فيه مشكلة. After المفروض إن هو يعني انتهاء الإجراءات completion of the procedures of the above case. Okay. In the in whatever manner، بأي صورة، يعني لما القضية تنتهي بأي شكل من الصور حكما، سواء بالجادجمنت by a judgment، حكم يصدر عن المحكمة، أو صلحا عن طريق الصلح، يعني يحصل تصالح بين الطرفين، أو تسوية by settlement or transfer from any of the parties to the case تنازلا. أعتقد إن تنازلا بتيجي لما يكون في waiver. اوكي، تنازل transfer أكتر، نقل ملكية من أي من طرفي القضية، أو في حالة عزل الطرف الثاني للطرف الأول. Or even if the second party، لا هو هنا مش أو في حالة، هو حتى يعني كده كده الطرف الأول هياخد، اللي هو المحامي أو الوكيل هياخد أتعابه، even if the second party removes it، يعني حتى وإن عزل، وإن الطرف الثاني الطرف الأول يقصد فصله من مهام وظيفته. وإن أنهى الطرف الثاني، I think that will be okay، خدمات الطرف الأول to remove
يفصله أو يعزله من مهام منصبه أو ينهي خدماته. It will be okay. اتفق الأطراف، ما ينفعش أبدا يبقى عندي طرفين وأنا عارف إن هما طرفين وأقول الأطراف، على أن تكون المراسلات الخاصة بتلك الدعوة عن الدعوة عن طريق البريد الإلكتروني لكل منهم. I don't know whether it is electronic or let's okay الإلكتروني okay لكل منهم، طبعا هتبقى لكل منهما. اتفق الطرفان على أن تكون المراسلات الخاصة بتلك الدعوة على إرسال المراسلات الخاصة مفيش بتلك بالدعوة عن طريق البريد الإلكتروني. هذه نقدر نقول okay. ونفادا لهذا العقد، نشوف الأول الـ source in execution of this contract and in witness whereof the parties have signed as below. In execution of this contract، ونفادا لهذا العقد، and in witness whereof، وإشهادا عليه، وقع الطرفان أدناه، طبعا الطرف الأول والطرف الثاني. وبكده بنكون خلصنا. أتمنى يكون الفيديو ده فيه أي شيء مفيد بالنسبة لكم. ياريت لو استفدتم منه تعملوا له مشاركة علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المترجمين. وياريت كمان تعملوا سبسكرايب في القناة، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات السابقة سواء عن الترجمة القانونية أو غيرها. أشوفكم تاني على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.